للحديث عن رأي الدين في كيفية صلاة التراويح في شهر رمضان مع تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا من الدوحة الدكتور فضل مراد، أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة في جامعة قطر. دكتور، الناس تريد أن تعيش الأجواء الروحانية في شهر رمضان، لا تريد أن تحرم من صلاة التراويح، ويسألون كيف يمكن أن يصلوا صلاة التراويح في هذه الظروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على هذا من عدة أوجه. الأمر الأول هو يجب الحفاظ على التوجيهات الرسمية من الجهات الصحية، لأن الشريعة دعت إلى الحفاظ على النفوس قبل الحفاظ على صلاة النوافل. فإذا كان أدت صلاة النافلة إلى تلف وإلى انتشار للعدوى وإلى استشراء للمرض فإنه لا يجوز ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة اللي أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من الصلاة عبر الزوم أو عبر التلفاز، لها ثلاث صور: صورتان جائزتان وصورة لا تجوز. الصورة التي تجوز هي أن يصلي الإمام في الإطار المسجدي، وقولنا في الإطار المسجدي معناه أن يصلي الإمام بالمؤذن وبالقيم المسجدي مع التباعد واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، ويصلي من حول المسجد من البيوت عبر الميكروفون إذا كانوا يسمعون الصوت يعلمون انتقالات الإمام. فهذه صورة، الصورة الأولى من الصور الجائزة، ودليلها أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعض أمهات المؤمنين صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهن في بيوتهن وهو في المسجد، وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري في صلاة الكسوف. الصورة الثانية وهي إذا أراد الجيران أن يصلوا مع بعضهم، فهذه كذلك لها صورة فقهية جائزة. فإذا كانت الشقق بجانب بعضها أو في مجمع والجيران متقاربون غير متباعدين جدا، فإنه يجوز أن يأمهم الأقرأ منهم، ويكون ذلك عبر شبكة صوتية أو عبر الزوم أو عبر أي وسيلة من الوسائل البثية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في حجرته كما في صحيح البخاري ومستدرك الحاكم، صلى في حجرته وصلى الناس بصلاته وهو في الحجرة، فهذا دليل على جواز أن يصلي على جواز هذه الصورة. هناك صورة ثالثة وهي أن يصلوا عبر التلفاز، أو تكون الأماكن متباعدة كمدينة ومدينة أو مشرق ومغرب والتلفاز ونحو ذلك، فإن السواد أعظم من أهل العلم يمنع ذلك لعدم شبهها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا حقيقة ولا صورة ولا معنى. والشرع نهى عن التكلف، وقد قال النبي صلى الله قد قال الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين، فلماذا التكلف في هذه العبادات؟ فننصح الناس أن يصلوا، إذا من لم يستطع أن يصلي الصلاة مع جاره بهذه الوسائل أو يصلي مع المسجد إن كان ملاصقا له، ننصحه أن يصلي صلاة في بيته وأن يمسك المصحف، يجوز له أن يقرأ من المصحف وأن يقرأ بما تيسر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فلا نتكلف في أمر لنا فيه سعة. نعم. طيب، شكرا جزيلا. يعني أنا حرصت على أن أقاطعك، أن لا أقاطعك وأنت تشرح كل هذه الأمور المهمة في الحقيقة بالنسبة لكثيرين. سؤال آخر أريد أن أسألك هو دكتور، شاهدنا صور لأطباء فيديو وهم يصلون دون سجود، لا يريدون أن يعني يتعرضوا للفيروس، وهذا قد ينطبق فقط ليس على الأطباء، في أماكن أخرى. هنا في الجزيرة على سبيل المثال هناك مصلى، يعني هل يجوز للموظفين أن يصلوا دون سجود تجنبا للتعرض للفيروس؟ إذا كان المكان موبوءا
أو كان العدوى فيه غالبة فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت في السنن أخرجه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطرت السماء وصلى بهم على راحلته، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم صلاة الفريضة يومئ إيماء لأجل أن الأرض مبتلة بالمطر، وصلى بعده صحابته رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الصورة تعطينا مشروعية أن يجوز للأطباء إذا خافوا أن يلامسوا الأرض، أو خاف أن يلامس الأرض وكانت الأرض ملوثة، أو خاف انتقال المرض، فإنه يجوز له أن يصلي بالإيماء، لكن يجوز له أن يقدمها في أول الوقت جمعا، فيصلي الظهر مع العصر مثلا قبل أن يدخل في ورديته في الدوام، وأن يؤخر صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، بل إلى اقتراب الصبح، إلى أن يخرج. فالدين يسر والدين فيه سعة، فالجمع في هذه الحالة جائز، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لك دكتور فضل مراد، أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة في جامعة قطر، شكرا جزيلا لكم.